تيتا، قلتي لي مرة انه عندك اخت، شو كان اسمها؟ سميتك على اسم مريم. من الأفلام العربية التي عرضت في الدورة الأخيرة لمهرجان الإسكندرية السينمائي الفيلم السوري مريم للمخرج الفلسطيني السوري باسل الخطيب، وهو الفيلم الذي حاز على الجائزة الكبرى مناصفة مع الفيلم المصري هرج ومرج، وهو للمخرجة نادين خان في مهرجان وهران للفيلم العربي، كما حاز على الجائزة الكبرى من مهرجان الدخلة في المغرب. الفيلم يروي معاناة ثلاث نساء في خلال 100 عام من تاريخ سوريا. أنا أول مرة أشارك في مهرجان السينما، سعيدة جدا أننا في الإسكندرية عشان مهرجان عريق ومهرجان يعني له سمعته من زمان، وبرضو ما هو مش محصور بالفيلم العربي، في مسابقة دولية وإحنا مشاركين في مسابقة دولية لدول بحر المتوسط، يعني ده مجمع ثقافي وكويس جدا إن الواحد يبقى عنده فرصة المشاركة. مريم يا حضرة، الحرب مثل اللي بيطلع من الجنة، كل الطرقات بتوصله على جهنم. أنا شاركت في أفلام كتير في السينما السورية، لكن بصراحة شديدة فيلم مريم مختلف بالنسبة لي، يعني حتى في طريقة تصويره. الفيلم السوري عادة يعني مخرجينا شوي عندهم نفس تجريبي، عامة اللي بيشتغلوا بنفذوا عمل المؤسسة العامة للسينما. الأستاذ باسل هو خريج السينما، لكن في الوقت نفسه هو يعني عنده تاريخ من العمل في التلفزيون، فهو عنده الإيقاع السريع للشغل وفي نفس الوقت أكاديمي ويعرف قواعد الفيلم اللي ممكن ينجح يعني. فلذلك فيلم مريم يعني بالنسبة لي يعتبر فيلم نخبوي وجماهيري في الوقت نفسه. كان تحدي كبير لنا بسوريا أنه نحن نقدم فيلم بهي الظروف اللي سوريا عم تعيشها هلأ، بس قررنا ندخل هذا التحدي. مثل ما أنتم هون قررتوا تدخلوا التحدي تبع المهرجان، نحن قررنا ندخل تحدي الفيلم، والفيلم تم تصويره بمواقع فعلاً صعبة وخطيرة جدا، بس كان هيك في حماس وكان في إيمان بالتجربة، والحمد لله أنه يعني نتمنى أن نكون قد وفقنا في النتيجة النهائية. أخبار الشام ما بتطمن أبدا، الناس ميتة من الجوع، عم تقتل بعضها من شان لقمة الأكل. إذا هالبارين إن العسكر العصملي فرس على قلب الطين يا جماعة، طالعناها بتموت، الناس عم بتموت وما حدا سائل. هاي الحرب مو مثل غيرها، كل الدمار اللي شايفه حواليك بيتصلح، بس الخراب اللي دمر الناس من جوا كيف بده يتصلح؟ هم ثلاثة مريم في الواقع، في كل واحدة فيهم بتعيش في سنة معينة، في حقبة زمنية معينة في سوريا، لذلك بالنهاية أنت بتشوف تقريبا 100 سنة من تاريخ سوريا، وكل واحدة فيهم بقى بالظرف الصعب اللي بتمر فيه، سواء من احتلال عثماني، نكسة حزيران 67، 2011 قبل ما تبتدي الأزمة في سوريا، وكل واحدة فيهم ازاي بتتعامل مع أزمتها ومع محنتها ومع محيطها، وفي النهاية تشوف مش بس اللي ثلاثة مريم هم مريم، يعني في سيدات كتير في الفيلم، وأنا أحيي المخرج في حضور أنثوي طاغي في الفيلم، لأنه المشكلة التي تواجهنا حقيقة هي في العثور على سيناريو جيد، سيناريو محكم مقنع. في حال توفر السيناريو الجيد بيكون تقريبا 50% من نجاح العمل صار مضمون. سألتك اليوم أنا وحسن، الواحد يموت مشان بلده ولا يعيش مشانه؟ موت ما بتكون ياها، أنا بدي أخذها معي على مسؤوليتي. مريم لا تفضحينا وتبهدلينا قدام الناس. مثل ما الحرب بتطلع أبشع شي جوا الناس، عند غيرهم بتطلع أحسن شي. أنا واخدة دور أم واحدة من المريمات، فأنا بس اتطلعت قلت أم مريم وكذا، وأنا مشغولة في التصوير فقلت لا مش هشتغل. بعدين مسكت الورق وقريته، بصراحة ما قدرتش أسيبه، وده حصل بعدين لما التقينا في التصوير، كل الممثلات والممثلين كان عندهم نفس الشعور، اني انا ابتديت اقرا الورق وما قدرتش اسيب الورق، وحبيت ان انا اكون جزء من التجربه دي. فاللي حصل ان انا ما كنتش حابه في البدايه اعمل ام، لكن بالنتيجه خلصت ان انا يعني عامله دور فيه تحدي كبير، وحتى الصحافه بقت تسالني عنه. يعني انطباع بوهران كان كتير ممتاز، وأنا يعني جائزتي الأساسية بعتبر أنه أنا حصلت عليها من لحظة وصولي إلى الإسكندرية،
هي الجائزة الكبيرة بالنسبة لي، وأنه الفيلم حيعرض على الجمهور المصري، هي بالنسبة لي جائزة كبيرة أنا بعتز فيها.